شو صار معك؟ يا أخي ولا القصة مو هينة. عدي اسمع هالكلمتين لأنه نفخت لي قلبي، وبصراحة أنا متفاجئ فيك قديش قلبك قطيعة. ليش مستصغر أمورك لهالقد؟ ماني مستصغرة، وتكون أكبر من هيك بألف مرة. أنا الشغلة الواثق منها أنه بهالبلد إذا في قصة عركس حلها فبيكون ما اندفع الرقم اللي بيكفي ديتها. بس اسمع، المعلم لما بيقول لك اتصرف هو ما بيسألك، بيحط نقطة ومن أول السطر شك على بياض. المكان اللي لازم تدفع فيه ليرة بتدفع فيه مية، بتهدي بيوت، سيارات، شاليهات، المهم أنك تنفذه بدون أخطاء. بس مو كل الناس بتقبض. كتير منيح، اللي ما بيقبض هو نظيف وماشي الحيط الحيط وعم يقول يا رب السترة. هاد ما له جلاد يفوت معارك نزاهة ممكن تجوع أولاده. صح؟ صح. لهيك اللي ما بيزبط معك بتشيله بإيدك بتحطه على الرف وبتجيب اللي بيبكل معك. فهمنا عدي؟ فهمنا إن شاء الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها. هيدا بطلة المرحوم ريان كتب مثل ما بدنا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس